احساس الامومه شنو نقول لكم، احساس اللي زوين بزاف. نتمنى اي مراه تجربوا، يعني اي مراه مازال ما رزقهاش الله سبحانه وتعالى بالدريه الصالحه، نتمنى انها تجربوا، حيت احساس زوين بزاف. يعني ملي كتزاد عندك بنيه ولا وليد، اللي كتب الله داك كتعمر عليك، كتولي نشيطه، كتولي باغا تخرجي، كتولي. في الاول انا كنت بعض المرات ملي كنخرج نمشي نجيب بحال شي حاجه من برا، شي تقديه شي حاجه، كنت كنشوف الوليدات وداك الشيء وكنجي كنحزن. ملي كنمشي عاوتاني كنحط تقديه كنقول شوف كنا كان عندي شي وليد البنيه، نبقى ملاهيه معاهم في الدار. كتعرف الدار الروتين ديال الدار، تسالي الشقه بالزربه وتجلسي، يعني ما كاين ما يدير. ملي كتشوف الوليدات كينسوك. دابا ما شاء الله الله سبحانه وتعالى من يرزقني بدهوبه ولات ونساني في الدار. كنت كنبقى نفكر واخا يقول لي الناس صافي انساي تيرزقك الله سبحانه وتعالى، كنت ضروري ملي كنبقى بوحدي كنفكر ضروري تفكري. دابا الحمد لله، دابا الحمد لله ربي رزقني بذهب نيسي الله يخليها ليا، والله يرزق جميع الامهات اللي كيتمنوا الدريه الصالحه. شنو نقول لك، احساس زوين بزاف اللي ما نقدرش نوصفه لك بكلمه واحده. صراحه داز النفس ديالي مزيان، بخير على خير، ربي يسر من عنده. كتعرفي ما خلوني محتاجه حتى حاجه، ولاد بلادي في الغربه راكم شفتوا الفيديوهات كنت كنصور. من هنا كنوجه تحيه واحد، من هنا كنوجه واحد تحيه، واحد كلمه شكر في حق خويا الزهير، خويا سيمو، وخويا الباترون اللي كيقول الباترون ما كيبغيش يقول سميتو. المهم كلهم جاوا عندي، والبنات بلادي اليوتيوبرز اللي تما كلهم جاوا عندي، يعني اختي اسيا اللي وقفت معايا في نفاسي، واختي لهوم ومريومه، ما خلاو يعني ما خاصني والو بحال في وسط اهلي ودارنا. الوالده تعطلت ما جات، ولكن راه كاين خوتي تما تهلاو فيا، بصراحه تهلاو فيا، جابوا لي كل شيء، اي حاجه، حتى في اللحم ديالي ما حسيتش بالنقص. كانوا كيجيبوا لي الناس الماكله حتى للسبيطارات، ومني خرجت للدار كشي الماكله ما قطعتش من الدار. سبحان الله، ربي مني كيبغي ييسر لك شي حاجه كييسرها، واخا ما معكش والديك، واخا ماشي في بلادك، الله سبحانه وتعالى كييسرها معك. الحمد لله تيسرت من جيت الناس اللي دعموني والناس اللي وقفوا معايا. ما حسيت بحتى حاجه، يعني ما كاينش عائلتي ولا بكيت ولا شي حاجه، الحمد لله الناس كاملين وقفوا معايا. فرحانين بالذهب، الوالد والوالده بصراحه فرحانين بالذهب. منسنه في الدار كتبقى شاده الوالده، كيبقاو شادين البنات، كيقول لنا ناريه، كيفكرونا في النهار كيقول لي ما بغيناكش تمشي، النهار اللي غتمي غدا فيه صعيب بصراحه. ولفوها بزاف، كتعرفوا الوليدات الصغار اي واحد يبغيهم. وعمر الدار، يعني عمرنا عليهم الدار. الوالده فرحانه حيت جيت عندها، ما كانتش متوقعه انني نجي، ولكن جيت وفرحتهم بالمجيء ديالي، حسن ما نقول لهم انني جايه، يعني خليت لهم مفاجاه، فرحوا اكثر، يعني فرحوا الضوبل. اللي حد علمي تقول لي انا جايه الوقت الفلان الفلاني، كيتلقى لك في المطار ماشي بحال تجي تدخلي عليا للدار، جات زوينه. لا انا كنقول شويه ذهب تكبر، ويعني انا يلا فاتحه بالعمليه القيصريه، يعني ما يمكنش ليا نمشي نعاود العمليه دابا، خاصني اقل شيء. يعني هما كيقولوا لك الطب كيقول لك عامين، ولكن انا ما نخليش تكمل العامين، ان شاء الله نرجع بعد عام هكذاك نشوف انا والتساهيل، حيت مازال يعني مازال دابا ما حنا ما مستقرينش، يا غنبقاو في ابو ظبي يا غنمشيو لتركيا، مازال شويه مزعزعين. غنستقر ان شاء الله ونشوف موضوع العمليه ديال الاطفال الانابيب ان شاء الله. بصراحه اش نقول لك، هو نهار اللي كتبعي الولاد ولاده من ورا ولاده كيجيك صعيب، كتلاخر كتضيعيه، يعني كتحطي واحد وكتهزي واحد. انا مع انك تربي ولدك وتيشد شويه يولي ياكل يولي يمشي ومن بعد تحملي، حيت لا جيتي حملتي مع انا الحمل كي بصراحه، انا الحمل ماشي ديالي عادي، انا الحمل صافي ما كنبقاش نوض من البلاصه نقدر نهز حتى كاس. كاين الناس اللي كيحملوا عادي كتشد ولدها تهلا فيه تنعسوا، انا ما كنقدرش. انا قلت لك دوزت الحمل ديالي كله في السبيطار، يعني ما كنتش كناكل، وخفت نحمل عاوتاني والبنيه تبقى مليوحه عليا، كتلاوح من ليد ليد عاوتاني بحال كتظلميها. قلت شويه بعدا تولي تاكل، يشدها بابا راه كيشدها كيتكلف بها باش ما تغلبوش النيت. طاروا بالفرحه، طاروا. ملي كنا جايين بكاو مساكن ما بغاناش نجيو، قال ولفوا ذهب اللي جا كيشدها. قالت لي في الكاميرا كتبان شكل وفي المباشر كتبان بشكل،
يعني قالت لي ما كنتش متوقعه. دابا دابا مني ولدت كيسحبوها سمره، مني مشيت شافتها بيضه قالت لي راه كنتو كتظلموا علينا في الكاميرا، عرفتي طاروا عليها بالفرحه. بقات مني مشيت وهي حماتي كتشد فيها، ما بغاش تطلقها يعني، عزت عليها ولوسي الويساتي كلشي، عزيز عليهم دابا ذهب ولفوها. لا وهي نفس المعامله كما كانت كتعاملني في الاول كتعاملني دابا، يعني ما شفتش شي فرق. المهم انا بغيت نوجه لها واحد التحيه لحماتي لويساتي والراجلي بالاخص، حيت راجلي كيتفرج في الفيديوهات ديالي كيقول لي ما كاش نكون معاك، حتى هو كنوجه ليه تحيه من هنايا. المهم العائله كامله. علاش لا عطاو الراجل الفرصه ودخل المغرب، نستقر في المغرب في بلادي هنا وندير مشروع كما كداروا اي يوتيوبرز، حيت يعني من اليوتيوب نقدر نحل المشروع هنا في المغرب ونعيش به. حتى هذا الشيء راجلي كيقول لي، يقول لي ندير الحلاقه في المغرب ونجلس، انا باغينا نعيشوا. ولكن راجلي دابا باقي معكس لي هذا الشيء ديال الاوراق، باقي ما جاتوش الموافقه. دفعنا الاوراق من شحال هذه ولكن باقي ما جاش الرد. ما كرهتش زعما كاين كون يدخل راجلي ونجلسوا هنا احسن من نمشيو لبلاصه اخرى، حيت حنا كنقلبوا دابا يمكن غنمشيو لتركيا. قلت اللهم المغرب بلادي، وكنت كتعرفي هنا نسير اموري احسن من تركيا. يعني هنا يعني ولاد بلادي كيفهموني كنفهم عليهم، نقدر ندير التجاره هنا نهضر تما. تركيا خاصك ضروري اللهجه اللغه ديالهم. قالوا لي ديري لم شمل، باغا نمشي عند المحامي نشوف لكان يدير لم شمل ويدخل نقدر نجي للمغرب ما نمشيش بلاصه اخرى. كنتمنى شي مسؤول يكون يشوف يعني يشوفني من هذا المنبر، يعني وشكرا لكم نتوما الصحافه اللي كتخلونا كتوصلوا صوتنا، يشوفني ويعاون راجلي الا كان بالامكان انه يدخل المغرب ويعيش ويستقر. حنا ما باغين والو، باغينا نعيشوا وناكلوا بحالنا بحال اي واحد عايش هنا، خصوصا ان بنتي عطاها الجنسيه المغربيه. داك الشيء علاش قال لي باش ما يعكسوش ليها، باش الا بغات تدخل المغرب تدخل بلا اي صعوبات باش تعيش في المغرب. نتمنى اي واحد يسمع يعني يكون عارف شي حاجه باش يعاونني، يعاوننا في هذه القضيه ديال ان راجلي سوري يدخل يعيش في المغرب ياخذ الاقامه. حنا حاليا باغيين نخويو الدار، دابا حنا بين قوسين، يا غنمشيو لتركيا يا غنبدلوا الدار، ولكن اغلب يمكن غنمشيو لتركيا. ولكن كنتسناو الاقامه ديال راجلي يطلع اللي في تركيا، مازال ما طلعتش، مشى دار اقامه دفع عليها، دابا كنتسنى واحد الشهر باش يجيو الموافقه اقامه تركيا باش نقدروا ندخلوا. شويه تغلبنا يعني تغلبنا حنا مع راجلي، ما بقاش خدام كما الاول، كان خدام. هو الحلاقه زوينه في الامارات الصراحه، الامارات زوينه من ناحيه اي حاجه، ولكن باش تفكري المستقبل انك تكوني شي مستقبل، كنحسوا اننا ما عندناش مستقبل. يعني بزاف الحوايج كتفكر، البنيه المدارس بزاف الحوايج خاصك خاص خاص خاص. اللهم لما انا كون جيت المغرب كنا درت مشروع شحال هادي بمقارنه بداك الشيء اللي كتحطي في الكراوات وداك الشيء. داك الشيء علاش حنا باغيين ننتقلوا، يعني نديروا شي حاجه نرجعوا عليها. الواحد اي واحد كيفكر يدير شي حاجه علاش يرجع عليها. الفرحه ديالي الكبيره هي اللي غنمني يكون راجلي مجموع معايا وندير اسبوع واحد، يعني يكون معايا راجلي، لانه واخا دابا ندير اسبوع ما نحس شي حاجه ناقصاني، ضروري يكون راجلي ان شاء الله. راه لا كتاب وراجلي دخل، ندير اسبوع ندير احسن اسبوع في المغرب ان شاء الله. بصراحة زيارة أول حاجة نشوف الوالدين ديالي، حيت الوالدين ديالي من نهار اللي مشيت وعدتهم أنني نبقى نجي كل 6 شهور ولا كل عام، ودابا راه دابا عندي شي عام ونص ما جيتش. درت كنت جايه مع الوالده غنرجع معاها، ولكن راجلي قال لي يلا معايا عيدي في يعني في تركيا، ومن بعد منين نرجعوا الا بغيتي تمشي لداركم سيري. منها نجلس مع الوالدين، والوالد مش شحال هذه ما شفتوش، ومنها نيت نحضر لاختي هذه الحفيله اللي باغا ديرها وتمشي عند راجلها. هادو هما الاسباب اللي جيت، صافي ما كاينش شي حاجه. وانا هذه شخصيتي انا، هي طريقتي في الهضره مع الناس مع اي واحد. انا كنرتاح دابا، الا جيت نتبدل ونتصنع ما غاديش نبقى مرتاحه، يعني بحال لا ضروري انا نهضر بهذه الطريقه مع اي واحد، يعني سواء الصحافه سواء ندخل كيف اي بلاصه ندخل ليها هذه هي هضرتي. اللي بغاني راه كيبغيني من طيبه قلبي، من كيعرفني قال لك اللي ما عرفك يخسرك. ملي كيعرفوني مزيان الناس ما كيبقاوش يديوه على هضرتي ولا يديوه علاش هضرتي. انا كيجوني انتقادات هضرتك كيقول لي ديري الهضره شويه
كلاس وداك الشيء راكي عايشه في الامارات من سنين هذه، ولكن انا كنرتاح بهذه الهضره ما يمكنش نبدلها. انا هضرتي هي هذه غتبقى هي هذه، كنهضر بالمغربيه، انا مغربيه ان شاء الله غنبقى مغربيه، مغربيه حتى الموت. لا لا واخا بعد 100 سنه انا هي هي الحمد لله. علاش نتكبروا بحالنا بحال عباد الله كاملين؟ رب اشوف ربي انا على نيتكم ترزقون. انا نيتي صافيه مع ناس كاملين، يعني انا نهار اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى بواحد القلب، وكل واحد كيكون داير شي حوايج مع الله ما كيقولهمش في قدام الكاميرا، وربي كيسر لي بزاف الحوايج، منهم مرضات الوالدين عليا بسبب رضات الوالدين بزاف الطريق، بزاف الطرق، يعني بزاف الطرقان تفتحوا لي بزاف الابواب، يعني حتى الاخر لحظه ربي كيسهل عليا في اي حاجه. يعني مثلا الزوج الصالح، يعني ماشي كلشي الناس مزوجين براجل يحترمك ويوقف من جنبك، هذه بحد ذاتها نعمه، زائد نعمه الوليدات، بزاف النعم الله سبحانه وتعالى رزقني بهم، الحمد لله الشكر لله، دائما كنقول الحمد لله الشكر لله. شي بنات كلهم علاقتي طيبه معاهم، ما كاينش شي حاجه، كل واحد يعني ما كان ميزه صديقتي، والدريات كلهم جاو عندي ميز. انا ما كنبغيش نقول الاسماء، دابا بغيت نقول الاسماء تقول لك فلانه نسيتي ما قلتيش الاسماء. كلشي البنات في الامارات تبارك الله عليهم، شكرا على وقفتهم معايا، وقفوا معايا وجاو عندي في محنتي وكبروا بيا، شكرا ليهم كاملين بدون ذكر الاسماء، حيت مع كاميرا التلفي نسي الاسماء ضروري. كنتواصلوا في الواتساب، انا كنتواصل دائما، عندها شي مشكل كنتواصل معاه في الواتساب، كنسول عليها. الحمد لله الحمد لله، نتمنى الامور تصفى بينا وبين الراجل، هذا الشيء اللي كنتمنى له، نتمنى له الخير منا القدام. وانا شنو نقول لك، الله يفرج على كل واحد، الله يسهل على كل واحد، وكل واحد وظروفه، ما نقدرش نحكم على الانسان وانا ما عايشاش ظروفه، ما يمكنش. لا ما يمكنش، حيت الانسان كيمر بزاف ديال التجارب في حياته، ما يمكنش نحكم على الناس، قدر يكون ماشي لخاطرها، قدر يكون حطته باش يتهلا في شي واحد اخر وهي ما عندهاش باش توكله. السؤال اللي سولتيني ديال الوليدات صعيب، والله كاين شي ظروف بز منك بعض المرات كدير شي حوايج حيت الحياه صعيبه، وبعض المرات شو الناس دابا شوفي عيشي حياه الانسان وانت غتحكمي، حيت كاين شي الناس ما كيعيشوش حياتك وكيحكموا عليك، يقولك علاش درتي هذيك رده فعل، علاش درتي هكا، ولكن الا جيتي تعيشي قصه حياتهم من صغره لكبره راه عيش. كاين كيقول الله ما يديش واحد يتهلا فيه احسن مني انا بقى معذباه. لا انا ما نتخلاش على بنتي، ولكن انا كنبكي على قبل الناس، كاين الناس اللي الحمد لله على كل حال. لا بصراحة أي واحد بغى شي حاجة من عند الله سبحانه وتعالى ماشي غير الولاد، ما يفقدش الآمال مادام هو مازال عايش في هاد الحياة، مازال المفاجآت، مازال هو عايش هو كياكل كيتنفس، مازال ربي غير رزقه، عمرو ما يقول عمرو ما كيما يقول يمل من رحمة الله سبحانه وتعالى، دائما الله سبحانه وتعالى غيوقف معاه، واخا يشوفي الصبر تيعيا ويجي آخر لحظة ديك الله سبحانه وتعالى يعوضو على ديك السنين كاملة اللي بكى بشي فرحة تنسي كل شيء. ماشي
ما يفقدش. شوف انا رساله للناس اللي باغين يولدوا، الامهات ما تفقدوش الامال، ربي كبير وغيرزقهم ان شاء الله. اي واحد كيشوف فيا من هذا المنبر ربي كبير وغيرزق ان شاء الله كيما رزقني. شوفي قصتي تبعيها اللي انا فقدت فيها بعد مرات كتفقدي، حيت الطبيب كيقول لك ستوب باراك ما غاديش تولدي. كانت مشكله عند راجلي زائد مشكله عندي انا، وشوف ربي كبير. شوفي حنا عندنا بنيه ذهب الحمد لله يا ربي خليها لي يا ربي، وكيما رزقني انا غيرزق انت وانت وانت اللي كتشوف فيا. يعني ربي كبير، انا اشوفها العبره من قصص الناس عبره. يعني ربي كبير، ماشي غير الوليدات، اي حاجه كنتي فيها وبغيتيها. انا ما كنتش كاع نقول نمشي الامارات ولا نتزوج الامارات ولا غندير ولا وربي كيحقق لي واحد الامنيات بالتدريج. واخا انا دائما كنقول الحمد لله، واخا كناكل خبز واتاي كنقول الحمد لله، وربي كيعطيني اكثر من داكشي اللي كنتمنى. تقولوا دائما الحمد لله وربي غيرزقكم. ملي كتكون القناعه كتقنعي بداكشي اللي عطاك الله، ربي كيزيدك. الانسان الانسان قانوع، القناعه رزق من عند الله. ندير شي مشروع اللي شنقول لك، انا كنفكر، انا باقا ما حطاش المشاريع في بالي. انا كنفكر في والديا ندير لهم شي حاجه من بعد عاد انا نفكر في والديا عاد انا باقا ما حطاش مشروع. هو راجل كيقول لي انا حلاق نديرو صالون. قلت ليه لا كنتي كتفهم في، هو كيفهم في الشيء ديال الشعر، صالون ديال العيالات ماشي الرجال. قال لي انا نصاوب داكشي ديال الكيراتين، نصاوب هو عنده معاه. قال لي وانت تعلمي شويه شويه وتوقفي وتساعديني. لا سهل الله وتخرج لي للمغرب ندير صالون الحلاقه ديال العيالات النسائي. بغيت نحقق لهم كلشي داكشي اللي كيتمناو. اول حاجه الواليده ديالي باغا تمشي للعمره، باغا تمشي للحج، بغيت نصيفطهم بجوج بيهم. بغيت نبدل لهم هاد الوضعيه ديالهم اللي عايشين فيها. بزاف د الحوايج بغيت نديرهم للوالديه ويفرحوا وهما في الحياه، حدهم في حياتي الله يطول لي عمرهم بجوج. اي حاجه كيحلموا بها بغيت نحققها لهم هما الاول. عاد نشوف انا المشاريع ديالي وداكشي. رسالتي للمتتبعين ديالي والعائله، دوك ماشي متتبعين العائله، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. ودائما كنقول لكم راكم نتوما سندي من بعد الله سبحانه وتعالى، مساندني في كل شيء، داعمني من البدايات ديالي. شكرا لكم بزاف 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 كاع الناس اللي تفرجوا فيا وكاع الناس اللي تابعوني. وشكرا طاقم حوريه قناه حوريه، شكرا لهم تما جاوا واستضفوني وخلوني عطوني فرصه من هذا المنبر نهضر ونوصل صوتي. شكرا لهم بزاف.